أعرب معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر، وبذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول. وقال حجي في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية لم تدخر جدا لضمان نجاح البطولة، موضحا أن تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر.